السلام عليكم أولياء وتلاميذ سنة ثالثة ابتدائي. نواصل مع كتاب اللغة الفرنسية. اليوم مع الصفحة 22. 22. Alors, séquence 2. B. Dis le dialogue avec tes camarades. B. قل الحوار مع زملائك. Je m'appelle Nadir. Et toi? Moi, c'est Tania. Je m'appelle Nadir. Et toi? Ana ismi Nadir. Wa enti? Ana Tania. 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 Ta-nia. T. T. T minuscule. T. T. T majuscule. Hna. T. راهو en script وهنا T minuscule راهو en cursive هنا T majuscule راهو en script وهنا راهو en cursive خلاص يعني الان حفظتوا ما بين تفرقوا تعرفوا تفرقوا ما بين الكورسيف والسكريبت ما بين المينيسكول والماجيسكول دونك هنا المينيسكول حروف صغيره والماجيسكول حروف كبيره الكورسيف هي كما تكون اتاشي وسكريبت تكون ديتاشي تكون كل وحده وحدها نلقاوها عاده في الكتاب وهذه نتوما اللي تكتبوها في الكراس المهم هذه باش تحفظوا هذه الطريقه نادير 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 نا دير نا دير دي 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 مينيسكول سكريبت دي مينيسكول cursive, D majuscule script ou D majuscule cursive. Hadi, nawa mina al-kitab. Donc, hnaya, rahom fil minuscule ou hna rahom fil majuscule. Donc, D, 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 D. Nouassel, premièrement, li. Awalan, ikra, li. T. T, hada, هذه c'est une consonne. حرف T, la lettre T, هي consonne. والA c'est une voyelle. حنا نعرفوا بلي les voyelles قريناهم سابقا أن les voyelles هما ستة. هما الA, E, I, O, U, Y. les voyelles هما ستة. البقية تاع الحروف تاع الألفابي كامل هما يعني البقية كامل سي دي كونسون العشرين نعرفوا باللي كاين 26 في الألفابي 6 فوايل وعشرين كونسون هادو حروف ناطقة نشكلوا بهم كما نقولوا والحروف لزوت كونسون يعني لغيست كامل لي كونسون هما حروف ساكنة ما يتغيروش إلا في بعض الحالات المهم هنا يا هادو لازم تحفظوا لي فوايل اللي هما 6 A E I O, U, Y. Nouassel. Donc, T, A. Ça nous donne, ou je t'atteigne un autre, T. T'atteigne une syllabe. Hna n'arfou bli consonne, Z, I, voyelle. T'atteigne une syllabe. T. T, I, T. T, E, T. T, E, T. On répète. T, A, ta. T, I, ti. T, E, te. T, E, t. On continue. T, A, ta. T, I, ti. T, E, te. T, E, t. هنا وشنو هو الفرق؟ هنا راهي en script وهنا T راهو en cursive. يعني ما عندهم حتى تغيير في النطق د ا دا د اي دي د او دو د اي دي د ا دا د اي دي د او دو د اي دي دونك هنا كيما راكم تلاحظوا راهي هنا مكتوبه en cursive, en script, ou هنا راهي en cursive. النطق هو هو. Donc, هنا نعرفوا بلي les consonnes زائد
voyelle تعطينا سيلاب. لي كونسون لازم تكونوا حافظين كامل الالفابيت تاعكم ومن بعد باش تقدروا كذلك تزيدوا تحفظوا لي فويل تاعكم اللي قلت لهم لكم اللي هما 6 اللي هما ا او اي او يو اي غريك هما 6. نواصل. Deuxièmement, ثانيا entoure les mots au tableau quand tu entends t ou d. درك هنايا quand tu entends يعني عند سماع حرف ت والد ماشي عندما تشوفوه تلاحظوه مكتوب. احيانا تلقاوه مكتوب بصح ما تنطقوش لا ينطق. اذا هنا واش راح نديرو؟ اونتور قالك حوط الكلمات في الطابلو في الجدول عند سماع كون تو اونتون كون تو اونتون يعني عند السماع سماع ماشي عندما تلاحظه عند سماع حرف ت ودي. نبداو بلا بروميير فراز الجمله الاولى سي لا فيت سي لا فيت انها الحفله سي راكم تشوفوا او اس تي هنا راكم تشوفوا لو تي بصح هنا لا هنا ما نحوطوش داكوغ عفوا هنا ما نحوطوش وعلاش باسكو قالوا لنا كون تو اونتون دونك هنايا اللي نحوطوه اللي هو لا فيت لا فيت لو تي هذا اللي نحوطوه. نروحو لا دوزيام فراز تاريك تا دونك هاوليك لو تي ان ماجيسكول كورسيف تاريك ايكوت دونك ايكوت انا نسمعو لو تي لا ميوزيك لا ميوزيك دونك تاريك يستمع الى الموسيقى. نروحو ثوازيام فراز دي دلال دلال دونك هاوليك لو دي ان ماجيسكول كورسيف دلال شانت شانت انا نسمعو لو تي دونك نحوط لو تي نديرو له دائره افيك سي كاماراد افيك سي كاماراد دونك انا نسمعو لو دي حرف دي دونك نحوطوه. نواصل افيك لا كاتريام فراز الجمله الرابعه دينا بوا ان جو دو تومات Dina boit un jus de tomate. Dina, déjà, na, le D tana, hauto, li, naho, haulik D, hedaro, en majuscule, cursive. Boit, boit, hna, la, nan, la, do, te, psa, le, yon, tak, boit. Un jus de, hna, la, hi, D, haidik, D, wa, de, ha, de, tomate. تو دونك انا نسمعو لو تي تومات دونك اون ريبيت اونتور لي مو او تابلو كون تو اونتون تي و دي اي لو دي سي لا فيت تاريك ايكوت لا ميوزيك دلال شانت افيك سي كاماراد دينا بوا ان جو دو تومات سي لا فيت انها الحفله طريق ايكوت لا ميوزيك طريق يستمع إلى الموسيقى دلال شانت avec ses camarades دلال تغني مع زملائها دينا boit un jus de tomate دينا تشرب يعني عصير الطماطم. On continue. Troisièmement, écris sur ton ardoise puis recopie dans ton cahier. تالتا اكتب على لوحتك ثم انقلها على كراسك. تي 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 مينيسكول تي ماجيسكول نتوما اكتبوها على لوحتكم ثم نقلوها على كراسكم. دي 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 مينيسكول دي ماجيسكول. نلتقي ان شاء الله يعني في الصفحة الموالية ان شاء الله. الان ما عليكم غير تروحوا تحفظوا لي فوايل تاعكم باش ما تزيدوش تخلطوا بيناتهم تحفظوهم اللي هما هامليك هنا 6 احفظوهم. كي تحفظوا هادو وتكونوا حافظين الالفابي ما كان حتى مشكل يعني ا او اي او يو اي غريك ا او اي او يو اي غريك وتكونوا حافظين الالفابي دونك الالفابي تاعكم اللي هما 26 حرف تكونوا حافظين 26 حرف مع يعني تنزعوا منهم لالفابي لي فوايل
خلاص ومن بعد هذيك لو ريست يعني البقيه تاع الحروف اللي هما سي دي كونسون هما حروف ساكنه يعني من بعد هذيك نزيدو حنا نضيفو مثال حرف ساكن مع حرف ناطق اللي هو زعما كونسون كونسون زائد فايل تعطينا اون سيلاب وهكذا مع السلامه بالتوفيق ان شاء الله